الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكراً لكم هبة وإيمان، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي بنحو يقدر ب 22.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 973.5 مليار جنيه بنسبة نمو تقدر ب 2.3%. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 خلال الأسبوع بنسبة تقدر ب 2.4%. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة تقدر ب 4.97%، فيما سجل مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا صعودا بنسبة 4.84%. هذا وقد ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة إلى 19.7 مليار جنيه خلال الأسبوع. إلى أسواق البترول العالمية، حيث هبطت أسعار النفط بفعل مخاوف من ركود وشيك بعدما أشارت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أنها ستستمر في مكافحة التضخم بقوة. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.4% لتبلغ 79.4 دولارا للبرميل. كما هبطت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنحو يقدر ب 2.4% لتبلغ 74.29 دولارا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 4.9% لتصل إلى 3.08 دولارات للتر. كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.31% لتسجل 6.60 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقع البنك المركزي الألماني أن يشهد اقتصاد ألمانيا انكماشا حتى منتصف العام المقبل في ظل معاناة الشركات والأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة. وقال المركزي الألماني في تحديث لتوقعاته الاقتصادية أنه يتوقع تراجع الناتج المحلي بنسبة تقدر ب 0.5% في العام المقبل، بينما سيكون النمو في عام 2024 أضعف مما كان متوقعا. قال مسؤول بارز في قطاع التخطيط في الصين إن وتيرة النمو الاقتصادي سوف تتسارع في العام المقبل مع دخول سياسات التحفيز حيز التنفيذ. وقال هان وانشو المسؤول بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني إن الإجراءات الحالية داعمة للنمو سوف تظل قائمة، وسوف يتم إضافة المزيد من السياسات لتعزيز الاقتصاد. وأضاف هان أنه في حين أن الاقتصاد العالمي يتباطأ، فإن الاقتصاد الصيني ربما يتعافى. وافق صندوق التنمية الأفريقية على منح تمويل قدره 40.95 مليون دولار لبوركينا فاسو لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي وبناء قدرات مكافحة تغير المناخ. وذكر صندوق التنمية الأفريقية أن التمويل يتكون من منحة قدرها 24.7 مليون دولار وقرض يقدر بقيمة 12.88 مليون دولار من أجل بناء قدرات الزراعة الذكية مناخيا وحفر أبار مياه تعمل بالطاقة الشمسية، فضلا عن دعم مرونة القطاع الزراعي في مواجهة الآثار السلبية للكوارث المناخية.
توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في زيمبابوي ليصل إلى 3.5% هذا العام مقابل 8.5% العام الماضي، والذي شهد انتعاشا بعد عامين من التراجع. وجاء هذا الإعلان في ختام زيارة قام بها وفد من صندوق النقد الدولي إلى العاصمة الزيمبابوية هراري، حيث أرجع الصندوق هذا التباطؤ في النمو إلى أسباب داخلية على وعلى الصدمات الخارجية مثل ارتفاع معدل التضخم وعدم انتظام هطول الأمطار ونقص الكهرباء والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبا على الظروف الاقتصادية والاجتماعية. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة لكم مرة أخرى هبة وإيمان. شكرا لك ميرنا.